إن الصدر ساكن وليس ساكتا، ما هي الرسالة التي يراد إيصالها وإلى من؟ وهل زمن السكون انتهى لربما؟ الرسالة التي أراد أن يطلقها خطيب الجمعة هي رسالة واضحة، ربما أنا تحدثت بها في أكثر من مرة، قلت أن السيد الصدر انتقل من العملية السياسية من العمل السياسي إلى القواعد الشعبية، وبالتالي يعني أيضا أعتقد أن السيد الصدر أعطى مجال لتشكيل هذه الحكومة لرفع بعض القيود أو بعض الإشكاليات التي ربما قد تؤثر على المواطن، وربما تحدثت في أكثر من مرة وقلت بأن عودة السيد الصدر هي أيضا مرهونة بالوضع العام، مرهونة بالمصلحة الوطنية، حينما يعتقد السيد مقتدى الصدر أن المصلحة الوطنية تستوجب تتطلب عودة التيار الصدري أو عودة السيد الصدر، فإن السيد الصدر الذي يتأخر في هذا الموقف. البعض على ما يبدو بعض الكتل السياسية اليوم التي استحوذت على السلطة بدأت يعني تتحدث بشكل بلغة المنتصر، وبدأت أيضا تعمل على محاولة تفتيت التيار الصدري، شق التيار الصدري، يعني محاربة التيار الصدري، محاولة، وكانت هنالك ربما العديد من القضايا ليس أولها ربما ما أطلق عليه بجماعة أهل القضية وعملية تحريك هذه الجماعة، وهي أيضا لا تخلو من وجود محركات داخلية وخارجية هدفها هي شق وحدة البيت الصدري، وأيضا يعني ما يحدث اليوم من إجراءات تمارس من قبل الكتل السياسية التي تعمل بطريقتين، تعمل بطريقة الاستحواذ ومحاولة سن قوانين طبعا تخدم هذه الأحزاب فقط ولا تخدم المواطن أو تتعارض مع مصلحة المواطن، وتعمل أيضا على محاولة تفكيك التيار الصدري، شق التيار الصدري، ضرب التيار الصدري في السابق. يعني هذه العملية حدثت قبل الانتخابات السابقة، وتعرف مثلا عملية حرق المستشفيات وما أتبع هذه العملية. اليوم على ما يبدو أن الكتل المنافسة اليوم بدأت تتجه نحو التيار الصدري بشكل مباشر، تحاول التشكيك في زعامة السيد الصدر، تحاول التشكيك أيضا في يعني المسائل العقائدية.